تشارك قوة دفاع البحرين بمجموعة القتال مع الدول الشقيقة والصديقة في التمرين العسكري المشترك درع الخليج واحد، والذي يعد من أضخم التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق، سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة ومن ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها والتقنيات المستخدمة. هذا وقد أخذت مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين مواقعها في التمرين، وقامت بإنهاء جميع استعداداتها وجهوزيتها القتالية والإدارية للمشاركة إلى جانب القوات الشقيقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية والصديقة، وذلك في جميع مراحل التمرين البرية والجوية والبحرية. ويشكل التمرين نقطة تحول نوعية على صعيد التقنيات المستخدمة في التمرين، إذ تعد من أحدث النظم العسكرية العالمية، فضلا عن المشاركة الواسعة للدول المشاركة، إذ تتصدر 4 دول منها التصنيف العالمي ضمن قائمة أقوى 10 جيوش في العالم. وتأتي مشاركة مجموعة القتال لقوة دفاع البحرين في فعاليات التمرين تنفيذا لتوجيهات جلالة العاهل المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وذلك حرصا من جلالته على كل ما من شأنه تعزيز أطر التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية والصديقة. تشارك مجموعة القتال البحرينية في التمرين المشترك درع الخليج واحد في المملكة العربية السعودية الشقيقة. مشاركتنا في درع الخليج واحد تؤكد أهمية التعاون العسكري المشترك لنكون قوة استقرار وسلام. درع الخليج واحد يهدف لرفع الجاهزية القتالية لدى المشاركين، ويوفر بيئة عملياتية تدريبية متميزة لتبادل الخبرات وتوحيد المظاهر.